مشكور مشكور وايد. مشكور حق الفرقة بعد الفرقة؟ لا يبقى الفرقة تحت تهديد الأخ يغير كل البروتوكول مالهم. مساكم الله بالخير مشاهدين مشاهدين تلفزيون الكويت، أهلا وسهلا فيكم في برنامج ليالي الكويت. طبعا نجرة وايدة تصير ترى على فكرة برا الكواليس لمدة ساعة وضحك وغشمرة، كان زين ننقلها لكم في يوم من الأيام عشان نصك البرنامج. المهم راح حبيت إني أول شيء إني أقول لكم اليوم الحلقة ممتازة جدا لأبعد الحدود. أول شيء بنتكلم عن علم التغذية، بعدين بيكون معنا طبعا أيضا دكاترة فيصل الهاجري وعبد العزيز رشيد ودكتور حسام بشير. يا ابو حافظ الاسم، حافظ الاسم، اصلح لك يا زايد. ما قلت شيء، انا ما قلت شيء غلط. زين، فاللي عنده اي اسئله في هذا الشيء في البرنامج هاشتاج ليالي اندرسكور الكويت وكتبوا اللي تبونه واحنا راح نجاوب مع الدكاتره طول الحلقه. اليوم حلقه خاصه بس حق الدكاتره معنا. طبعا اول شيء برحب ربعي، مساكم الله بالخير. مساك الله بالخير والكرامه. في وجهه صار احمر، بقول شغله بس فينا ضحكه فيك. كل ما يسوي تحليل دم الحلقه كلها تصير دكاتره. اي والله اي والله، عشان ما شاء مسوي تحليل بيحلل دمي بعد شوي فيصل هاجي. كل ما بيحلل دم الحلقه كلها دكاتره. دكتور فيصل يلا الدنيا. لا والله رحت من الله. اي والله. المهم قبل لا نقدم ضيفتنا اخ فوزي، تفضل اخوي طلال. اخ فوزي بسالك سؤال، إذا خالد بعد يشاركنا بديش معاكم. أخ طلال، طلال معنا أخوي خالد إن شاء الله وياك أخ فوزي. أخ فوزي، ليش دائما ينقون أيام معينة حق مثلا الخطبة، الملشة، العرس، 7/7 8/8 9/9 10/10 11/11 12/12؟ ليش أخ فوزي؟ هذه أخوي طلال هذه أشياء مميزة. أي. تاريخ هذا يكون مميز. رغم تلفونه هو كذي الحين يبيعونه ساعات. والله صدق والله اللي سلمك على قاموا يختارون الحين والله أبي واحد واحد. اي بالسنه الجديده، عن بدايه السنه الجديده. اي اوه عيل 24/2 سنه 24 هذا بلاتيني يعني. اقول لك ينباع هذا. لا صدق والله تحجز من الحين. العروس فل عندنا بالتاريخ. تحجز صدق والله. والله ماكو صالات، ماكو صالات، ما المطاربه وهذيل ما تحصل. شنو هذا المطاربه؟ المطربين جمع مطربين ومطاربه. والله ما تعرفها. لا والله. اخ فوزي مو عشان لا ينسون التاريخ؟ اخوي خالد اسهل، اسهل الحفظ. اي يعني انت 13/5/1000 وايد بعيد. 7/7 اي شوف 8/8 سهل الحفظ. اي 24/4/24 الله شلت. والله 24/8 حالات ينطرون 2008 20 8/8 8/8 نفس محطتنا ديناصورات. اي بعد هذا اي 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 من يعيش هذا انت. اسال الله يحفظك ويطول بعمرك ويخليك ان شاء الله. العين ترجيك ولا هذا ما منه فايده. خل ودك ترجع لي. اليوم نقدم لكم طبعا دكتوره دانا السالم، حياها الله، مساك الله بالخير في ليالي الكويت. شلونك؟ بخير الحمد لله. شخبارك؟ طيبه ان شاء الله. طيبه الحمد لله. الله يسلمك. ترى هذه المقدمه كانت تسخين حقك يكون في علمك. مسخنه خالصه ان شاء الله. تعالي واحنا قاعد نسولف برا من ساعه قلت ان انت اول وحده تخرجتي في علم التغذيه. اي اول طالبه اتخرج بتخصص بكالوريوس علم الغذاء. علم الغذاء اللي هو الفود ساينس من جامعه الكويت. اي نعم. كانت الكليه جديده هي اسمها كليه العلوم الحياتيه. طيب. فاحنا اول دفعه دخلناها فكان عددنا قليل، فهو تخصص غذاء وتغذيه. اي. فاغلب زميلاتي تخصصوا تغذيه، اللي هم يتخرجون يصيرون اخصائيين تغذيه. فيوم جينا بنتخصص يعني استوقفني تخصص علم الغذاء، ما قد سمعته من قبل. فيوم بحثت وسألت الدكاترة فهو يتخصص بالأكل قبل ما يدخل جسم الإنسان، تصنيعه، تعليبه، سلامته، حفظه. فإحنا ندرس عن الأكل كله قبل ما يدخل جسمنا. فحسيت هالشيء يعني it's very interesting، وأنا ما عندي علم عنه وأقدر أغير فيه. يعني إذا عرفت أعرف الصح، أعرف الغلط، أعرف شلون أطور الغذاء. فكل الطالبات اللي معي والزميلات راحوا تغذية، فأنا قعدت في الدفعة بروحي، نطرت الدفعة اللي وراي ثنتين وفتحوا لنا مواد وتخرجت أول وحدة تخرج فيها التخصص. فأنت الحين وين تشتغلين؟ أنا أشتغل في التطبيقي كلية العلوم الصحية. شنو تسوي؟ أدرس علم الغذاء. أدرس تدرسينهم عن علم الغذاء. أدرس علم الغذاء. إنزين بعد ما بعد عمر معين الشخص متعود على نكهات معينة، إنزين سيستم معين، شلون يعيد برمجته على الأكل ولا على هذا الشيء؟ كل شخص يختلف عن الثاني. يعني مثلا ليش بتعيد برمجتك؟ تبي تعيش نمط حياة صحي؟ أخ طلال مثلا أنت عندك مشكلة بالسكر، شخص ثاني عنده مشكلة مثلا بالكوليسترول العالي أو بنسبة الدهون. فاللي أنت تتبعه غير عن الشخص الثاني يتبعه. يعني التغذية مو خط واحد،
مدارس عديدة، خطوط عديدة. عشان كذي مثلا لما ساعات ينتشر مثلا نظام غذائي صحي، الناس كلها تتبعه، ما يصير كلنا نتبع نفس الغذاء. يمكن انت عندك مشكله بالاكل العالي بالدهون، شخص ثاني ما ياكل دهون عنده مشكله بالسكر. فانت متى ما عرفت شنو مشكلتك او شنو الشيء اللي تبي تشتغل عليه تاخذه وتركز عليه ويصير عندك عاده غذائيه صحيه، هذا اللي تم. احنا ليش الحين الناس يظلون سنين وسنين يعني they are struggling مع 25 كيلو، صح ولا لا؟ صح. كم سنه؟ اي كم سنه؟ صح. تخيل لو انت بالسن، لو انت بالشهر تضعف كيلو واحد، تقول شويه بس بالسنه صاروا 12 كيلو. شلون هذا يستمر؟ لما تغير عاده غذائيه، مو لما يصير هبه التزم شهر واسكر حلجي واموت من اليوع، مو هذا الصح. الصح ان احنا نعرف ايش قاعد ناكل، وبعدين هي بالنهايه مو بس اكل، يعني الحياه الصحيه مو اكل صحي، هي نومه صح، هي حركه صح، هي نفسيه صح، هي شغل صح، وايد اشياء مرتبطه ببعض. انا عندي مشكلتي دائما في الربع كله يتهاوشون معي لما نسافر، فرنش توست بان كيك ما اقدر افتتح اليوم الا بهذا، وانا فيني سكر. اي عرفت شلون؟ فبعدين لازم نتناقش في هالامر هذا. اكل تخليني. قبلهم شيء عالي بالبروتين، شيء عالي بالبروتين ما اقدر، تحاول فيني خالد بعدين اكلهم يقل امتصاص جسمك حق يجيبوا لي بيض. ما يصدق ما يصدق، شفت قلنا له بس ما يصدق. يعني بس كلهم حطهم قدامك. لحظه اكل شيء عالي بالبروتين مثل بيض ستيك اند ايجز، هذول ياكلون ستيكات وحوش من الصبح. ستيك اند ايجز الصبح حلو زين. طيب يلا تفضلي، مع ان يعني امريكان كله ياكلونه، الاوروبيين ياكلون ستيك اند ايجز. ما اكل كله بروتين عادي، وضعك زين. وهذا شو يسوي اذا اكلت بروتين؟ لما تاكل بروتين قبل الوجبه العاليه بالسكر يقلل امتصاص السكر في جسمك، ويخليك اصلا طبعا ويخليك اصلا يعني مثلا لو انت بتاكل بانكيك راح تاكل نص الكميه، لان قبلها ما اكل بروتين. صح. البروتين يحتاج وقت للهضم اطول من السكر. السكر يبدي هضمه من الفم. أي. تخيل يعني انت من الفم تبدي عمليه الهضم، اما الدهون والبروتينات خصوصا الدهون تبدي بالمعده. أي. عشان كذي لما ناكل شيء عالي بالدهون يطول على ما ينهضم. اقول حتى النشويات، النشويات تبدي من الفم فبسرعه تنهضم. احنا نشوف اخواننا بهذول بشرق اسيا ياكلون عيش الصبح. عيش الصبح اي، بس عيش ابيض بسرعه يهضمونه. اما لما تاكل شيء عالي بالبروتين ياكل جاول. اي عيش 7000 شغله. خالد كابتن هل انتم نص دكاتره؟ اقول كلهم خلينا شويه بس، هي تعبانه ربع مغذي ربع مغذي، خلينا شوي بس. ها واللي سلمك بقى. انتم قلتوا لي نفس المعلومه قبلها. خلاص ان شاء الله انا مثقفين زين. دكتور اللي تريق الصبح سمك شلون؟ الله يعينك. قلت لك الله يعينك، انت قلت لي تريق الصبح سمك. اي نوع سمك؟ معلول صيته ابو غشمره. اي عادي عادي سيفود عادي عادي. شلون عادي كابتن؟ قلت لك انا دكتوره دام ذكرتي انه كل واحد له طبيعه جسم ويعني صاحب الامراض، فهل هناك فرق بين التغذيه بين الناس؟ يعني الطفل شلون والمراهق شلون، الشاب شلون، الحامل، الريال الكبير، الرياضي، شلون طريقه اكلهم، او انه شلون نقدر نستفيد من الاكل هذا؟ احنا خمسه قاعدين ما يصير كلنا ناكل مثل. اي طبعا كل انسان المفروض هو يعرف هو شنو حالته الصحيه وشنو الشيء اللي يحتاج. يعني مثلا الشخص الرياضي اي نعم تغذيته غير عن الشخص اللي ما يتحرك. الشخص الرياضي يحتاج كربوهيدرات اكثر لانه يحرقها، يحتاج مصدر طاقه. اما الشخص اللي غالبا ما يتحرك او حركته جدا قليله، وحتى مثلا الكبار بالسن اللي عندهم مشاكل بالحركه ما يحتاجون نفس نسبه الكربوهيدرات، لان الكربوهيدرات اذا الجسم ما حرقها يحولها الى دهون ويخزنها الى دهون. عرفت شلون؟ نعم. فكل انسان يعتمد على نمط حياته، على طبيعه شغله، على عمره. مثلا الاطفال يحتاجون نسبه كالسيوم اكثر لان عظامهم قاعد يعني تنبني بنسبه اعلى. بالضبط. فالحامل طبعا تحتاج تغذيتها خاصه. فطبعا كل مرحله عمريه تحتاج تغذيه على حسب يعني حالة. بالبيت الإنسان بالبيت الصحيح. دكتوره لازم نفتح مطعم. كل واحد طلب غير لازم تسوي حاله صحيه. شنو هو الاكل الصحي؟ نعم انت ايش رايك؟ اللي يجمع مثل ما تفضلت يعني العرفانة يجمع بين الكربوهيدرات ويجمع السكريات ويجمع البروتين هذا الشغلات. انا يعني طبق لحم. الله بس الله طبق لحم يعني الاكل الصحي. مكبوس لحم. الاكل الصحي مو اكل معلب مكتوب عليه عضوي اورجانيك، مو هذا الاكل الصحي. لا 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 انا ما اتعامل معه. الاكل الصحي خضره وفاكهه حبوب كامله ويدام. نعم. فيعني لو تشوف الاوليين ترى اكلهم صحي، بس شنو اكلهم؟ محدد عندهم وجبتين او ثلاث وجبات بينهم ما ياكلون. صحيح. احنا الحين شو اللي مذابحنا؟ شو اللي ذابحنا؟ تخربط بين الوجبات. شكرا.
هذا اللي تالفنا. بس دكتور الحين في 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 بعض الشركات اللي تسوق للغذاء يعطون 5 وجبات في اليوم او 6 وجبات في اليوم. في ناس يحتاجون إيه؟ نعم. في ناس قلت لك مثل ما تفضلت كل انسان عنده نمط حياه، مثلا الشخص مثلا متعود ياكل وجبه واحده بس باليوم ومو قادر يضعف، يمكن هالشخص اذا قسم وجباتها تصير عمليه الهضم عنده اسرع يضعف. صح. اما الشخص اللي متعود على طول ياكل يمكن اللي يقسمهم بس وجبتين يضعف، فهو مو كل شيء حق كل الناس. نعم. بس انا يعني هو الغذاء مدارس عديده. آه مدارس. انا مدرستي انه كثره الاكل يعني السناكينج العالي سواء للاطفال سواء للكبار ما تعطي مجال للمعده اولا انها تشتغل عدل وتهضم، وتاثر على التركيز، تاثر على الطاقه، تصير انت بس قاعد وتفكر بالاكل. اما لما تاكل وجبه وتسكر خلاص لاربع خمس ساعات، انا الحين كني صايم، اشرب ماي، اشرب شاي، بشرب لي قهوه بس، وبعدين وجبتي الثانيه مو كل ما اشوف شيء بقعد باخذ كاكاو وباخذ بسكوته، هذا هو اللي يؤذي. اما اذا احنا ناكل صح ونتحرك صح وننام صح ترى زي الفل، ما أنا امورنا طيبه. انا يزعلون علي ربعي من نص الساعه 2 ما اكل شيء. انا اتغدى مبكر، اذا ما تغديت مبكر بس ما اكل ليل عشاء، يعني ساعه طيح غدا يقول ما اقدر اكل، ما اكل يعني الساعه 3 ايش اطرح، بقول ما اكل بس. انت هذا يناسبك وريحك. بس ممتاز والله يريحنا، قعدت معاهم انا ارتاح والله. يوفر في الميزانيه. مساعه قبل لا ادخل على موضوع التنمر، مساعه تكلمتوا عن الاورجانيك فود ولا الاكل العضوي، طايحين له الايام هذا اورجانيك هذا اورجانيك، بيضه تفاحه باربع دنانير، بيضه بدينارين ولا تفاحه باربع دنانير، ليش؟ وصار ترند قوي وايد، ها يعني صح. يعني يمكن يكون زارع شو اسمه الزرع في مكان لا هو عضوي ولا شيء بس يكتبون عليه اورجانيك. ما ابي اقول لك والله شلون انا اعرف هذا اورجانيك ولا مو اورجانيك، ما اعرف، لكن انا بس سؤالي الواحد الانسان ولي الامر اللي بيشتري الشغلات هذه كلها اذا ما يقدر عليها، طيب شنو اختياراته الثانيه؟ شلون مثل ما تفضلت الاختيارات الثانيه هي الاكل الطبيعي، خضره، فاكهه، حبوب كامله. شنو يعني حبوب كامله؟ عيش اسمر، شوفان، شعير، هذه كلها حبوب كامله. يقولون تمتن هذه الشوفان وش اسمه؟ فيها؟ الشوفان تمتن. شنو يعني تمتن؟ تتفخ. شلون تتفخ؟ ايش دراني؟ سألي كابتن هذا كله ياكل منها. خل اقول لك شيء عن الشعير. ما يتحرك هو. انا يوم جيت بسوي رسالتي للدكتوراه كان ودي ادرس عن شيء وقالوا لي اختاري موضوع، فكان ودي اختار موضوع له علاقه يعني الرسول اللهم صل وسلم بارك عليه اذكره بالسنه النبويه، فقعدت ابحث فهو تكلم عن الشعير من بد كل انواع الحبوب. فقلت حق المشرفتي ان انا ودي اتخصص بالشعير، فقالت لي ما عندها مانع، فقعدت ابحث شو اللي يميز الشعير عن كل انواع الحبوب الثانيه. طلعت في ماده اسمها بيتا جلوكنز، هذه الماده الاف دي اي منظمه الصحه العالميه اثبتت ان 3 جرامات اوف بيتا جلوكنز ديلي تقلل الكوليسترول ناتشرالي بنسبه طبيعيه، يعني بطريقه طبيعيه. الكوليسترول من بد كل الامراض اللي اول ما تكون انت على مشارفها سهل ان انت يعني تخفضه بدون حبوب، رياضه واكل صحي. شنو يعني اكل صحي؟ اكل عالي بالالياف. هذا الشعير فيه الياف تمنعك من ارتفاع الكوليسترول. فعقب ما بحثت فقعدت اشوف يعني شوف سبحان الله لو احنا بس ندخل الحبوب الكامله باكلنا احنا يمكن نقلل اشياء ثانيه. فالشعير فيه ارخص منه؟ لا. والشعير الحين تشوف مثلا لما تسافر اوروبا شنو ريوقهم بالبوفيه؟ شو يحطون؟ بورج. اي صح. ترى هو نفس الشيء بس بدال الشعير شوفان. هو فكره اللي هو التلبينه او بورج، فهي الفكره حبوب مطبوخه بماي او مطبوخه بحليب. هذه لما تبدي فيها يومك او تاكلها حتى وانت صايم الفطور على السحور تحتاج وقت على ما تنهضم. ولذيذه. ولذيذه وتضيف لها الاضافات اللي تبيها، فهذه اكل صحي. هل هي تكلف؟ فيها ما تكلف. والله عاد تصدقين كابتن فوزي عنده بالبوفيه بالبيت البورج هذه يوميا ياكلونه. ما شاء الله. فيها شعير هذا ايش فيك انت؟ تلبينه. انا بعدين اعطيك. انا مريت احد الجمعيات ولقيت 3 خبزات. ايه. شوفان. ايه. بكم؟ دينارين ونص. يلا. ليش 3 خبزات؟ ايه 3 على الكبير. زين انا اكل 4. خبز بالبيت؟ اكل. ما انت تاكل 4 خبزات؟ ايه. اخبز ايه. بالعذر ايه. ما تتغدى ساعات انت؟ اقول لك ريوق عمال، اتريق ريوق عمال، والله كفو عليك. زين برافو. دكتوره قاعد نشوف وايد شركات قاعد تطلع الحين طبعا متخصصه في موضوع توفير الوجبات وغيره. في بعضها ماشي يعني عندهم اخصائيين وعندهم ناس مشرفين وماشيين على طريقه صحيحه، لكن في وايد شركات ثانيه قاعد تطلع تلاقينها باكونتات ما دارين شنو. صح.
صح. فشو نصيحتك حق الناس اللي قاعد ودها تجرب يعني؟ أنا أول ما تخرجت من الجامعة اشتغلت في شركة من هالشركات واشتغلت as quality control supervisor اللي أنا أشرف على الأكل، سعرات الحرارية، نظافته، سلامته. فأذكر واحدة من صديقاتي سألتني إن دانا صج هذا الأكل مال الوجبات يرشونه شيء عشان إحنا نضعف؟ هذا انقالت اي هذا من يمكن 15 سنة. لا هو ما يرش، بس هم يسوون شيء واحد، هم يوزنون الأكل. فهو يسوي مكبوس، طباخ يسوي برياني، يسوي مكبوس أكل عادي، خبزة وجبنة ولبنة وزعتر، بس هو يوزن لك إياه. فهي تناسب حق الأشخاص اللي يحتاجون شيء معين ثابت يوصلهم ما ياكلون غيره، يبدون في طريق انهم يخفضون سعراتهم الحراريه. بس هل هي 100% صحيه؟ تعتمد على الشركه، المكونات اللي تستخدمها، تستخدم اجبان مصنعه ولا اجبان طبيعيه، حبوب كامله ولا حبوب بيضه، فيعني يختلف. انا بقول حق الناس شغله يمكن اول مره يسمعونها، ما عمركم سمعتوا بشيء اسمه التنمر الغذائي. تنمر الغذائي بنسأل دكتورة دانا عنه، بس أول شيء بنشوف هالاستطلاع وياكم عن التنمر الغذائي. شوفوا الاستطلاع وبرد لكم إن شاء الله وياها. مساكم الله بالخير، حياكم الله في ليالي الكويت مرة ثانية. اليوم استضافتنا ترى كلها دكاترة، هاشتاغ ليالي أندرسكور الكويت. أي سؤال عندكم تقدرون تحطونه بتويتر وراح يجاوبون عليه الدكاترة، ابتداء من دكتورة دانا السالم، وبعدين راح يكون عندي مجموعة جميلة من الدكاترة اللي راح يكونوا معانا أيضا في المسالك البولية، في عمليات التجميل، وأيضا في العظام. فإذا عندكم أي أسئلة تابعوا معانا إلى الكويت وخلكم ويانا. التنمر الغذائي شنو هو؟ التنمر الغذائي باختصار كثرة التعليقات على وزن، شكل، طريقة، نوعية أكل. للأسف هذا الشيء بدأ من سنين، يعني من يعني جيلي عانى منه وجيلي اللي صاروا أمهات لليوم يعانون منه. أثره وايد كبير على الطفل، مو بس من ناحية الغذاء والصحة، من ناحية النفسية، من ناحية التركيز، من ناحية الشخصية، من ناحية أنه يصير فيه أمراض مثل الأنوركسيا، يعني يصير فيه أمراض ويصير فيه خوف من الأكل أو أنه يأكل من وراء أهله. شنو يعني تنمر غذائي؟ يعني مثلا قاعدين بزوارة شفت طفل قاعد يأكل بشراهة أو مثلا وزنه زايد وهو قاعد يأكل، إحنا نعلق عليه بسك أكل. يعني اخ طلال تخيل انت الحين مندمج اخ طلال هذه حق كابتن فوزي وخالد، رجاء نلتزم بالحدود الاقليميه. طلال انت اللي سالت حقهم رجاء. لا انت اللي سالت ردت عليك. اوكي تفضلي. تخيل ان انت قاعد وقاعد تاكل وجبه مندمج ومستمتع فيها، وانا اقول لك انت من صدقك كذي قاعد تاكل بسك. هذه الكلمة ما تنقال، لا أم تقول حق ولدها، ولا أب، ولا يد، ولا يده، ولا عم، ولا خالة، ما يصير. لو شنو يعني أنا ساعات أشوف شخص مثلا في سكر كبير بالسن ويايين إحنا نزوره في بيته ويكون في زوارة الحلويات كلها عالية بالسكر، زي إذا أنا خايفة عليه ما يبها الحلو، أدور نوع أفضل. شنو المضار طيب؟ لان احنا نشوفها تصير مرات حتى باليمعات العائليه، واحده تقول حق بنتها بس شكل ولا تقول لها بسك. شنو المضار؟ اي شنو المضار؟ اقل مضار واسمعها وايد واشوفها، يعني اشوفها من ناس قراب مني، ينطرون الاهل ينامون يروحون المطبخ ياكلون من وراء اهلهم، يطلبون والاهل نايمين، وهذا مو يوع، هذا من الحر اللي فيهم. تكون الام خايفه من 3-4 كيلو بنتها او ولدها زايدها، خلال أشهر قليلة تصير 5 ولا 10 ولا 20. ليش؟ لأن إحنا مو قاعد نتعامل معاه إنه هو يعني. فهمت. عندي سؤال من شو اسمه، وين السؤال أخوي سعود لو سمحت، من بنت الفيحة تقول رأي دكتور نظام الكيتو والأنظمة الحادية مثل رجيم الفاكهة ورجيم الماي. ما ادري، مو مدرستي انا اعرف. لا ما ادري، ما انت تعرف الماي؟ انت تشرب ماي وايد؟ مو عن شيء، هذا نظام فرنسي. اقعد. نعم قريت عنه انا. اخ فوزي؟ اي نعم. لا بس خلص دكتور راح اشرح لك. قولي لي شنو هذا اللي رجيم الماي اللي يصير مثلا لمده من يوم الى 3 أيام أو 4 أيام بس يشربون ماي او بس يشربون سوائل. الغرض منه انه هو يفقدون سعرات حراريه، بس هذه السعرات يعني يفقدون وزن، بس هذا الوزن غالبا يكون ماي. وهذا يأثر أصلاً على الميتابوليزم، على عملية الهضم. في أنظمة تكون ديتوكس لمدة يوم بس تشرب سوائل، بس هذا ما يصير الإنسان منه ومن كيف يسويه. استشارة الدكتور، يشوف شنو الأشياء اللي يسويها، يعني
لها ابعاد يعني ثانيه. يعني مو زينه بلغه عامه. بلغه عامه مو شيء انا من باكر اقول بروحي بسويه واسويه. والكيتو اللي مسات الكيتو في اشخاص يناسبهم. شنو يعني هو الكيتو؟ لحم اللي يكون النظام تقريبا خالي من الكربوهيدرات، خالي من السكريات. بروتين لحم بيض، بروتينات لحم بيض ودهون بس. ايه؟ جبن. طيب هذا يرفع الكوليسترول بالجسم. قلت اي بس هو يناسب مثلا في دراسات اثبتت انه مثلا الله يكافينا الشر الاشخاص اللي فيهم صرع يناسبهم هالنظام. آه. سبحان الله. فهم من هالشيء يعتمد على حاله الانسان الصحيه. والفاكهه هي كاتبه الفاكهه. الفاكهه ما نعتبرها غذاء متكامل، ما نقدر نمشي عليها بس ناكل فاكهه. أوكي. مثلا راد من سفره ماكل فيها بروتينات عاليه، تبي جسمك ينظف نفسه تاكل لمده يوم فاكهه عادي. صح. بس ان انا امشي عليها اشهر بس اكل فاكهه لا طبعا. صح. زين دكتوره، موضوع التنمر، تنمر غذائي، يعني في ناس ممكن توصل فيهم مرحله ان يخافوا من الاكل؟ طبعا. واطفال، اطفال صغار، اطفال اعرفهم، يعني تاثر على نفسيتهم وتركيزهم وياثر على ثقتهم بنفسهم. احنا شنو اخطر شيء ممكن يكون؟ ان احنا نربط قيمه الانسان بشكله. الطفل ما يستوعب لما انت تقول له شوف شكلك، شنو انت قاعد تمسه هو، فهو عبال انه هو قيمته بس بشكله وكم وزنه، واذا ضعف 2 و3 كيلو خلاص هذه الحياه. هو الصحه مو بالرقم، الصحه بنشاطه، بحيويته، بنوعيه الاكل ياكلها. فدور الاهل جدا كبير. لما انا اشوف مثلا ولدي زايد، مثلا فتره كورونا وايد اطفال زاد وزنهم، صح؟ طبيعي تغير الروتين كله وقعدوا ببيتهم، فما يصير بهالفتره اقعد اعلق على وزنه. احاول انا كأم او انا كأبو اغير بنوعيه الاكل، اسوي انشطه حركيه، اشارك عيالي بنادي. يعني احنا كأهل دورنا ان احنا نغير بدون ما انا اعلق على وزن الطفل. في سؤال يقول متى يكون اكلي غير صحي او وقته غلط؟ مدحتي كابتن فوزي على اوقاته مالت الاكل لما قال انا اوقف الاكل مثلا في وقت معين. متى الاكل يكون غير صحي او الوقت غلط؟ وقته غلط لما يكون مباشره قبل النوم. قبل النوم؟ اي. ويحبنا حق السوالف هذه احنا. لان الدوانيه ماكل. اي بالدواوين. انا راح اتعشى. لان قبل النوم احنا نجهز الجهاز الهضمي وكل اعضائنا هنا عندها شغل ثاني تسويه. فلما انت تاكل وتنام قاعد تمنعها انها تؤدي دورها وقت النوم. فانت تقوم من النوم شنو راسك عورك، تحس ان راسك ثقيل، تعبان، مرهق، مع انك نايم 7 ساعات. بس لان كليت ونايم فالمعده قاعده تهضم الاكل بدل ما تشتغل شغلها الثاني. ممكن يقول تعود ايضا دكتوره، يعني مثل عن نفسي انا اكل يعني متاخر ساعات، خاصه العشاء، وجبه العشاء، واحب العيش للامانه. اذا ما اكل عيش الصبح بالليل ما اكل عيش بالصبح ما اصير زين. فما ادري يعني هل ممكن الجسم يتعود، مثل ما اشوف من بعض الاطفال او بعض الناس تعود على مطعم معين، حتى لو نجيب له من مطعم ثاني نفس الاكله ما ياكلها، فهل ممكن الجسم يتعود اني اكل عوده بالليل ياكل مثلا كعاده يعني؟ ممكن تعوده طبعا، وهو يتاقلم مع هالشيء، بس هو كصحيا يعني صحيح. مثلا مثل نعم. الناس اللي يشربون قهوه وينامون. نعم. يقول لك انا القهوه ما تاثر فيني، بس هي تاثر فيك. انت حتى لو نمت بس انت مو نايم النومه عفوا ال 100% مريحه لاعضائك كلها، قاعد تشتغل، امورك طيبه، الكافيين للحين موجود. نعم. السؤال الاخير مثل ما تفضل اخ فوزي. هلا اخوي طلال. في عرفت الحين الاخ وين تطلع. اوكي. العيش دائما مظلوم عندنا، دائما يعني انا واحد من الناس كاني في الدامج انا ما اكل عيش. ليش؟ كم مره بالاسبوع كله عند يعني اعتقادي ان العيش يمتن. اي. فعشان كذا اقول لك العيش دائما مظلوم عندنا، فشنو ردك على هذا؟ للاسف العيش يعني مظلوم بس مو بالطريقه الصح، يعني العيش هو عباره عن شنو؟ عن حبوب. شفت الحين هبه الجلوتين فري؟ شيء خالي من الجلوتين، تدري ان العيش ما في جلوتين؟ صحيح. فانت تاكل عيش ولا تاكل خبزه فيها جلوتين؟ عيش. عيش. شنو المصنع اكثر، العيش ولا الخبز؟ خبز. فالعيش ما في مشكله، بس شنو؟ لانه هو اذا كان عيش ابيض هو تقريبا قيمته الغذائيه مو عاليه. فاحنا نسميهم ساعات هذا الاكل امتي كالوريز. يعني امتي كالوريز؟ يعني قيمته الغذائيه قليله بس سعراته عاليه، فعشان تعوض تحط معاه مصدر فيه دهون عاليه، فيه بروتين عالي. بالعكس العيش احنا يعني دكتوره شرق اسيا والصين واليابان دق عيوش من الصبح للليل.
يتحركون وايد ما شاء الله يتحركون حركة هي الحركة. اوكي على التنمر بس اخوي طلال. هلا اخ فوزي عن التنمر ايش قلت عن التنمر؟ من يقول اخي اعطيه يتكلم وايد تنمر علي طلال اليوم. كان في الساوي يعني سالفه التنمر يعني حتى بالبيت الاولي قال يا معوش فيك كأنك بطن كنه تاكل كل شيء. هذه كلمات الحين ما نسوها تدري؟ ما نسوها يعني الله اي يعني لا اوكي اوكي شنو اللي حبيته اوصله سالفه التنمر هذه جديده يعني الواحد حتى اولا مثالنا يعني تركب عليه ما بس ما كنا اصلا تنمر بس ما كان يتاثرون ما يتاثرون قبل قصدي ليش صار التاثر عندنا هذا بالنسبه للطفل يعني انه بس قاعد تاكل شمتنك بس تعور 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 الكلمه يعني قاعد اقول يقولوا له انت كنك بطن كنا ما عورته ماكو وريال يفتهم ويعرف هذا يعني صغير. بالمقابل يعني هل تشوفين ان عدم التغذيه في المدارس لا تاثير على اولادنا او أطفال؟ طبعا تغذيه المدارس استضيفوني ان شاء الله بحلقه ثانيه لانه يعني اذا فتحت المجال ما راح اسكت ان شاء الله من الاشياء اللي ودي هذا يتغير هذا الاهم. اشكره وايد يعطيك العافيه واستضافه ثانيه عندنا عشان نتكلم عن تغذيه المدارس هذا شيء جدا مهم الله يوفقك ان شاء الله. خلكم معنا راح يكون معنا ضيوفنا الان دكتور فيصل الحاجري. ايه مالك بس قلت دكتور فيصل الحاجري قمت تضحك الله يعين لما يجينا علي شلون احب تشوف لابس قطره وعقال اليوم قطره وعقال متعجب وينك ملك اليوم عندك قطره وعقال وياي كل الدكاتره كلها بنطلونات ليش اثنين بنطلونات عبد العزيز الشهيد والدكتور حسام اي ولابس قطره وعقال شعبي دكتور شعبي يقول على بالي بتسوي لي بصمه بايومتريه دكتور شعبي حطوا الاسئله دكتور فيصل الهاجر طبعا مسالك بوليه شنو اسئلتكم دكتور عبد العزيز رشيد في التجميل دكتور حسام طبعا في العظام شنو اسئلتكم هاشتاج ليالي اندرسكور الكويت راح تعرفون المهمه الصعبه اللي كانوا فيها ورجعوا كجزء من فريق شفاء خلكم معنا